أو أم سليم سهلة بنت ملحان الرميصاء رضي الله عنها. في يوم حنين خرجت مع الرجال، تعلمنا لما تداوي الجرحى. نحن من منا تسافر هذه السفرات؟ انظري إلى هذه المرأة أين تخرج، تخرج تداوي الجرحى، في بطنها خنجر، وزوجها ينظر إليها ويبتسم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا ترى يا رسول الله إلى أم سليم؟ ألا ترى إليها في بطنها خنجر؟ يضحك يبتسم يتعجب من زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما تفعلين بهذا الخنجر؟ ولما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إن دنا مني أحد أقد به بطنه، إن دنا مني أحد أقد به بطنه. انظرنا إلى الشجاعة، انظرنا إلى قوة الإيمان، انظرنا إلى التضحية في سبيل الله. مرض لها ولد، ولد مريض صغير، ويوم من الأيام خرج زوجها للعمل، ولما كان ذاهبا نظرت إلى ولدها اشتد مرضه، فإذا به تفيض روحه، مات ولدها الصغير. هل ناحت؟ هل شقت جيبا؟ هل نفشت شعرا؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ هل اعترضت على قدر الله؟ لا، أخذته فغسلته وحنطته وكفنته ووضعته في جانب البيت. لتصلك جديدنا ولتشجيعنا، لا تنسى الإعجاب في الفيديو ومشاركة قناتنا.